يقول قرأت أن من لا تتحجب لا يقبل صومها ولا تصح أعمالها. هذا غير صحيح، لا علاقة للحجاب بالصوم والصلاة وقراءة القرآن، هذه أعمال صالحة، الصلاة وقراءة القرآن والصوم وبقية الأعمال الصالحة هذه تؤجر عليها وتثاب عليها، لكن كونه لا تتحجب هذه معصية، هذه معصية يعني يكتب عليها معصية، لكن لا علاقة لها بمسألة قبول الصوم والصلاة وتلاوة القرآن، ولم يرد في هذا الحديث يربط بينهما، لكن ننصح الأخت الكريمة ما دام أن عندها حرصا على هذه العبادات، على الصوم على الصلاة وعلى تلاوة القرآن، أن تتحجب وأن تعتز بحجابها، لأن الذي أمرها بالصوم والصلاة هو الذي أمرها بالحجاب. والله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمرأة المسلمة ينبغي أن تعتز بإسلامها، تعتز بحجابها، لأن الذي أمرها بذلك هو رب العالمين وخالق الكون، خالق البشر، وأن لا يكون عندها ضعف، وإنما تعتز بإسلامها وتعتز بحجابها. ولذلك يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعلن إسلامه وأن اعتزازه بهذا الدين وبقيم هذا الدين ومبادئه، ومن ذلك الحجاب. نعم. أحسن عليك شيخ، بارك فيك.